بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سالم الراشد في تعلم أسماء الأشجار في دقيقة. ومعنا اليوم شجرة الهبسكس، وقد يبست تماما، والآن سوف نقوم بقصها من فوق الأفرع اليابسة لكي تخرج لنا أفرع جديدة. وشبهتها بالتينة الحمقاء، وتينة غضة الأفنان باسقة قالت لأترابها والصيف يحتضر. لا أحبسن على نفسي عوارفها فلا يبين لها في غيرها أثر. كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها، وليس لي بل لغير الفيء والثمر. لذي الجناح وذي الأظفار بي وطر، وليس في العيش لي فيما أرى وطر. إني مفصلة ظلي على جسدي، فلا يكون لي به طول ولا قصر. ولست مثمرة إلا على ثقة أن ليس يطرقني طير ولا بشر. عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، فزينت واكتست بالسندس الشجر. وظلت التينة الحمقاء عارية كأنها وتد في الأرض أو حجر. ولم يطق صاحب البستان رؤيتها فاجتثها، فهوت في النار تستعير. فهوت في النار تستعير. من ليس يسقو بما تسقو الحياة به فإنه أحمق بالحرص ينتحر.